بصفتي نائب المجلس الشعبي البلدي لبلدية ولاد براهم التي انتخبت فيها سنة 2017 إلى يومنا هذا، نطالب بالعدالة بفتح التحقيق عن التصوير الواقع بها والمتمثل في الكفالة. التحقيق راه درته فصيلة الأبحاث ببرج بوعراريج، ولحد الآن قريب عام مازالوا ما فتحوش التحقيق وكاين تصوير وبالأدلة، إضافة إلى التوزيع الغير عادل للبناء الريفي، الزرع الجهوية في أوساط البلدية هذه. وبالدليل وكلش، بالإضافة إلى نرجسية رئيس المجلس الشعبي البلدي وجنون عظمته. زيد، وبصفتي منتخب على المجلس وممثل للشعب هذا، فأنا مع الحراك الشعبي، ونطالب بإسقاط النظام. للقاعدة القمة. التحرر من العبودية. التحرر من الحبس. سهلوني دار محاكم البلاد هذه. بركات. هذه نطالب رحيل في مجلس الشعب البلدي. مطردية. حاب الكاشير. واحد كاين عضو لهنا من مجلس الشعب البلدي. بربعين صوت 20 سنة وخدام أنا راه خسرت من البلدية أنا. مش تعب بيا والله هو ولد العباس ولا هو يحيى والله. مش تعب بيهم. ماش تعب بيهم. ونقول لي ويا لقيت صالح شاموتي الكبير. نتحداك لقيت صالح أنا. نتحداك الجميع حداك. أرواح الفتنية هل هنا. أنا أقول لك في وجهك كابران فرنسا. عارف فرنسا يحكم الجيش الجزائري. عندنا كفاءات. دكتورة يحكم فيه مستوى متدني. عيب وش راه يصرى في البلاد هذه. عيب. لازم نطالبوا بتغيير جذري من تحت لفوق ومن فوق للتحت. ماناش قابلينهم. بركات. واو الشعب شاهد. قاودنا جم مجلس الشعب البلدي ما يقول لا واش راهي صغار يقدموا قدموا كبار. أولا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في وقفة احتجاجية مساندة لعمال البلدية حسب القرار اللي صدر على الخطة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال البلديات. رانا نساندهم بالدرجة الأولى، والدرجة الثانية رانا في وقفة احتجاجية ضد المجلس الشعبي البلدي ككل، ونطالب برحيله، وذلك لأسباب واضحة كل وضوح. أولا نقول لكم قبل كل شيء، كاينة عدة سكنات جاهزة منذ 3 سنوات وعدم توزيعها، وذلك لانتظار في الانتخابات الرئاسية لاستعمالها كحملة انتخابية. كاينة ناس راها كيريا، كاينة ناس راها طايش برا، كاينة كاينة حوايج بزاف بين التساهمي هذا وبين لي لوجمون هذا. هذه نقطة. النقطة الثانية، منذ تنصيب المجلس الشعبي البلدي منذ سنتين او اكثر ولا طريق عبدت. ممهد دودان باش بالدرجه تاعنا دودان، نتحداه ندير معاه تحدي الى حقو دودان ذكر او طفل. حقو دودان في علمين. حقو دودان نروح طفل ونخليو البلديه تخدم والعيب اللي زي كذا غادي نكملو 5 سنين. هذا دودان. كاينه الأنابيب المياه الصالحة للشرب تخلط مع قنوات الصرف الصحي، وهذا بالدليل أن نشرب بالسعيدة ونشرب بالسعيدة في دارك. بالك كاين مواطن ما على بالهمش أو التيوفية بعين بالعيال. هذه زوج. بخصوص السكنات، كاين ضحية إرهاب عنده سكن، عنده مقرر تاع سكن من 2014. سنياه مشري، الوالي مشري راح، وسعيدون راح، والعبالي راح، وزاد جه هذا 5 سنين، 5 سنين المقرر عنده، مازال ما سكنش، سلموا 100 سكنة، يقولوا له استنى كش ما يدير واحد الطعن، هذا يستنى الطعن، هذا رجله طايرة يستنى الطعن، كاين 4 حالات ولاد براهم، قاعد يدير الروطار،
يحول فيه في عائلات من راس الوادي من راس الوادي يتحولوا لهنا باش يديهم مدلهم شهاده الاقامه هنا مدلهم شهاده الاقامه لهنا. بالاضافه انا كمنتخبه نحضر كمنتخب المداوله تاع البلديه كاع مصوره بما انه موجود واحد في العداله كاين واحد في العداله لتصوير كفاله كفاله عندي هنا مزور كفاله القضيه راها في العداله قريب عام. انا بالنسبه لي وقانونيا انا بالنسبه كنت قانوني المداولات تكون عندي غير قانونيه مزوره وانا نعاون وانا نطلب الرحيل لنفسي بلا ما يجي الشعب يقول لي رحلك انا راني رحلت عندي عام للحد كاين الباسات لهنا تصور جبران لهنا مرضى حيث لها نقول هذا التليفون هذا رئيس مجلس الشعب البلدي انا ونجيبها المرأة هذه مستعد نجيبها هنا ضحية الهاب حقها تدير ما عندهاش حق كاين لونسيون كوميسيون ما تقولهاش هكا هاك التليفون عيطيلي ما تجي البلدية نكملوا سي فؤاد المطالب تاعنا. من بين المطالب ثاني ايضا كاينه الحاملات الاسلاك لي سيبوريكت الكتريسيتي لي بوطو لي سيبوريكت الكتريسيتي لي كابل عندنا دوك مده 8 سنوات. الوالي اللي يجي لهنا اول حاجه نهضروا معاه سيدي الوالي لي سيبور سيدي الوالي لي سيبور سيدي الوالي لي سيبور ما كانش لي بوطو تاع الكتريسيتي كاين واحد جايينو في الدار واحد عبي له على الباركو واحد ولا حد عندنا معدل لكم ودي رسلنا الولايه رسلنا الشيف دايره رسلنا المجلس الشعبي البلدي كل مره نهضروا عليهم قال لك تسلك وصوناي غاز قال لك تسلك في البروتوكول دار تاعك البروتوكول تاعها تسلك 11 مليون ما لا حصل غاز على واش غتسلك علينا كي لعبت تريميس تاع تريسيتي تجي تسلك وتضرب في ودك وكي تلعب باش تريسيتي ديجا الانقطاعات تاع الكهرباء المتواصله يوميا ويوميا اشاك جور 3 زور 4 زور 4 سوايع 3 سوايع 4 سوايع يوميا هذه يوميا القطاع تاع الكهرباء ما نهضوش على حوايج واحده اخرى نزيدو نروحو القطاع الرياضه قطاع الرياضه هنا في السباط انا تكلمت مع الوالي السابق زادنا 1 مليار ورفع التجميد على 4 ولا 5 لي بوست انا اللي هدرت معاه في حمله انتخابيه والتشريعيات زادنا مليار نعرف انت 450 مليون في المشروع تاع الملعب البلدي 450 مليون خدم شويه تي بي سي لونتربريز حنا ما نذكروش الاسماء بس راه ما على بالها وشكون هو اللي خدم الصداد وشكون هو علاش خدموا كيفاش خدموا والطريقه اللي خدموا بها وكانت هي ما كان حتى دراسه الدراسه الوحيده هي الصوارد تحت الطابله هذه هي اللي نعرفها انا هكا 450 مليون تبدل لي صوره كومبليشن تي بي سي اعطيني 50 مليون دوك نجيب جماعه نخدموا بيدي في الباريات الشعب واعي متحضر وعارف واش راه يدير انتوما اللي الله غالب عليكم يا ترك شنو فيهم واحد هز فيا جرمان وفيا جرافي و10 سكاتيما وحط امراه وقال للشعب قال لهم روحوا خدموا هذيك الروبا خدموها لي بلاك بي بي سيتي لابيتات هذه تاع الطرق كامل مراكبي بالتراب اروح ندير دوك نديك ابو اد معايا تصور تيو تاع المول راهي فيا مع راسيني اسمو تصور لي بلاك راكبي بالتراب تصور حوايج كاين حوايج اللي يقول الواحد ما يقدرش يغمض عينيه عليها كاين شي ناس باش يقول لك هذا عنده اهداف في البلديه راح ينوض بالشعب يدير برد ما نوض بحتى واحد هذا هو ما جبتش انا كاينين شي ناس عندهم خطوط تاع نقل الطريق الجديده هذه الرابط راس الواد ولاد ابراهيم في مديريه النقل بالطلب من مدير النقل كاينه رحيل مدير النقل كاينه من 5 خطوط لثمانية خطوط باش تكون علينا احنا توصيه برا ما تكونش توصيه شعب ولاد ابراهيم مش يوصيوا عليه احنا اللي نوصيو الناس مش يوصيوا علينا تروحوا تعطيو لنا التوصيات لحقنا زعما المدير النقل ورحنا باش نجيبوا راني للجماعه ودرنا عليهم الانترفونسيون ودرنا عليهم الريكلاماسيون باسكو علاه قال لك كاينه توصيات باللي من 2 خطوط ما تزيدهم 2 خطوط كافيه ورا هذه كافيه ورا وكاين حوايج بزاف راهم مغطيه نتحدى ندير معاهم تحدي لكن داروا غير في مده سنتين الى داروا غير حمله نظافه للبلديه هم ولاو المواطنين باذن الله ان شاء الله اما رايحين نهار الجمعه راح يديروا حمله تطوعيه بالجمعه ان شاء الله باش على مستوى البلديه كامل باش يديروا نظافه وكتا نظافه احنا النظافه النهار يجي الوالي
ولا راح يجي الشرطة راس يسرنا هذي راح يديروا له المخطط التوجيهي عنده جهة مفتوح لها وكأن هذه الجهة الغربية بيش ولا تمرها 20 سنة ما دخلهاش حتى مسؤول وروحوا تشوفوا بس نسمة تعرضت فيها لو وصلت للديار راح نتحداكم خطرش راح تنص نسمة راح تتلكها بعد مرضورا مرشورة في التراب 600 مليون والله ما وصلت للدار والله ما وصلت للدار يلا عشوها بعيني كما نتحدى كان بس لنا اتصور قائمة الانتخابية تعالى تعالى فيها واحد معوق ذهنين 100% معوق ذهنين عنده كارتين مصرفية تربه هذا يدير القائمة شوف النرجسية تاع الناس هذا رايك عاوز يدير الناس اللي اقل منه ثقافة ماشي يرجع بصح ما يركبش عليا لا انا ما يركبش عليا والله يا ليه زيادة على هذا من بين الحوايج اللي رانا ملاحظينها وتمر مزيان كاين شي ناس في احزاب السلطه الحزبين الارادي الافلام بالمناسبه هذه يقول لهم ديكاش ارادي الافلام الافلام ولا الارادي الافلام الحزب تاعنا كل وكل سيروا فيه انا عندي 7 شهداء وانا ضحيه ارادي انا ضربت على البلاد برصاص تبقى تدرك انا ضربت عليها برصاص تبقى تدرك كيف قلت انا برصاص تدرك كيف قلت انا في ولادي عيش وكنت في بني مارات وكنت في البليده وكنت في تيباسا ولديه كنت نحارب الارادي تما كنت تدركهم ودوك راه الارهاب حق من الكاشيات تاعو على راكي تاع بلدك اللي بتجي تجمعو بين بالصاروات تحط الكاشي الحزب تاع البلد مش تاعك وحدك تاعنا اكل تاع الناس كامل الحزب لا بلد تاع الناس كامل تاع عيال تاع هذا تاع هذا تاع هذا تاع هذا واحد ماشي يتزايد على واحد بالثوره وكذا الناس الكل ضرت كيما الناس ضرت في العشيه السوداء الناس ضرت في بالثوره الناس ضرت دوك شو الاخر زياده على هذا واللي ما زاد الطينه بله المنتخب تاعك جابك الشعب احنا اللي تاخذناك بلدية مكتوبة من الشعب وإحنا اللي حطيناك لهنا كيفاش انت تروح تدور على المواطنين وتقول لهم رانا مسجلين الناس اللي راها تشارك بالحراك الشعبي ورانا بربي ان شاء الله راها تفوت هذه ورانا ندكوكم الكل بالحباس ونعذبوكم اكبر عذاب شكون تحت تهدد بالتهديد هذا وشكون الحراك الشعبي ترى من جابك الشعب ماكش قادر تخرج الحراك الشعبي ديكاش ما نطلبلكش هنا في البلدية والله ما تزيد نهار عندك اليوم آخر يوم البلدية اليوم باش نقول لكم اليوم الاثنين يوم الاستقبال أرواح روح دوك نديرو تابعنا السي فؤاد السي فؤاد ديرنا لايف اسمع اليوم راه اليوم الاثنين يوم الاستقبال هذه نقطة والنقطة الثانية العمال خرجوا باش يديروا تظاهرة على الأقل وما دي شوز توقف معاهم على الأقل كلمة توقف معاهم برك قال أنا رئيس مجلس الشعبي البلدي واقف مع العمال تاعي مطالب شعبيه ومطالب مشروعه ونطالب برحيل هذا النظام الفاسد وهو بالاحرى هذه العصابه كل دول العالم اللي عجبها يا ربي بها عصابات الا الجزائر ما فيهاش عصابه عندها دوله هو ما يقومش عصابه عندها دوله لهنا خمسه نحن نطالب برحيل مجلس الشعبي البلدي لهنا خمسه سلابيه زيادة على هذا الإسلامية اللي راح يطالبوا أنا الرئيس المجلس الشعبي المسؤول اللي يجي يديه الإسلامية راح يطالب مواطنين بلدية ولاد إبراهيم بصفة عامة كامل مواطنين بلدية ولاد إبراهيم بدون إقصاء كامل كبير صغير من نخبة من عمال من بطال إلى راعي وجه ربي أخطوك من الجهوية هذو يمشيوا بسياسة اليهود فرق تسد أرادي أبليان عندنا ولاد إبراهيم سي فؤاد عندنا ولاد إبراهيم مقسوم على شقين شق هكذا وشق هكذا الشق هكذا الأرادي الشق اللي منا لبلان ويظهر يزرعوا بيناتهم في الفتنة بالعكس إحنا رانا خاوة كامل ما يهمنا حتى لا لبنان لا الشرقة ولا غربة ولا بوكداش لا خرزاوي لا منطوان لا من المعزة رانا خاوة كامل نحيوا هذه التفرقة هذه زيادة على هذا احنا كان في المطالب تاعنا باش نديرو محطة نقل مسافرين هنا في لاكس تاع ولاد إبراهيم والنقل اللي منا ومنا يروحوا تولي عندنا نقل محطة راس الواد محطة ولاد إبراهيم وفي محطة ولاد إبراهيم تفرق الفروع الأخرى علاه باش هما ما حبوش يديروها باش تبقى جهوية باش تبقى ترسبور اللي منا يخدم وحده واللي منا يخدم وحده ويقسموا بالشعب هذه احنا بربي ان شاء الله نحيوها وشنو العظمه تاع المير منها وغادي المير ديروا تاعو هنا انت
البيرو تاعو تحت ما كانش فوق. ما تولديناش باش عرفوا لي فرعون، وفرعون هذه الاوجه فرعون ولا شفت عليها ربي البحر والله. باش عرفوا لي فرعين لهنا. اليوم رانا يوم الاستقبال، نقدروا نطلعوا لفوق نشوفوا اسبر رئيس البلدية راه لهنا ولا مش لهنا. اشكر السلام على شعب البلد سي فؤاد. وراح اين انت يا جبل؟ الشعب راه استناك هنا. اروح قابل الشعب. هذا راح يوسع السكن، يوم استقبال يوم الاثنين، كل اثنين ما يجيش. تعبويو هذه البلديه لي، ماهيش تعبويو. ماهيش تعبويو، احنا اللي درناها. وحنا نحيوه باذن الله. واليوم اخر اجل للمجلس الشعبي البلدي كامل. ما نقبلوش حتى عضو يزيد الدور لنا البلديه. والشعب راه يطالب برحيل المجلس الشعبي البلدي. وما يحرضوش الناس علينا، احنا رانا ولاد بران كافة. عندنا علامة، استحيوا بلي عندنا علامة ما يجيوناش 500 واحد ما تقتلهم فرد دارونا تفرقة كما قالها الأخ الشيخ الأخ بشارة دارونا تفرقة. عاد واحد يقول لك هذاك معزي وهذاك مذكوري هذاك خماسي نو احنا ولاد براهم عندنا علامة عندنا مقبرة شهداء جدودنا كنا ندفنين هنا. يجي يقول لك اليوم هذاك خماسي هذاك إبراهيمي هذاك مذكوري هذاك معزي نو احنا ولاد براهم كلنا نطالب بغرق مجلس الشعب البلدي، غرق البلدية. نريد تسيير سيرة إداري، ما كانش هادو السراقين هادو اللي راهم يسرقوا في البلاد، يخدموا تحت الطاولة عامين ما شفنا منهم والو. عامين ما مشاوش، والله ما شفت مير ولا تشوفهم غير في العرس. تاع بربوشة برك، ما كانش من اليوم لا بربوشة لا والو. أراهم اليوم يوم الاثنين يوم الاستقبال. من المفروض السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي راه لهنا على الاقل النايب الاول هو من المفروض ما كانش نايب الاول باسكو لازم رئيس المجلس الشعبي البلدي يوم الاثنين هو اللي يستقبل المواطنين لهنا. كل ما يحس بالاثنين ما يجيش. احنا اليوم لازم يكون لهنا لازم يجي اليوم الاثنين لازم يشوفوه. دونك نزيد نخرجوا برا نزيد نشوفوا المواطنين برا يتجمعوا نستناو المير يجي. لأننا نطالبوا به يجي رئيس مجلس الشعب البلدي. أروح اليوم الاثنين رانا اليوم الاثنين رانا نطالبوا باش تكون لهنا. اليوم راه يوم استقبال لازم تكون لهنا. والسلام عليكم ورحمه الله. هذه الحاجه فاطمه مسيره التاريخ ونضال. هذه اللي ديما اللي كنا نضالوا نهضروا حنا هذه بلد 460 شهيد. هذه بلديه العلامه الشيخ بشير الابراهيمي. هذه بلديه الشهداء. ومن بين الشهداء ومن اعظم من المعارك اللي كلات فيها فرنسا والله الجيش الفرنسي الاحتلال الفرنسي هنا في ولاد ابراهيم في هذا الوديان هذا ولا هنايا بالمقابل البلديه مع الشهيد العربي بنور. وما كانش اللي ما يعرفش العربي بنور على مستوى القطر الوطني. هذه زوجة العربي بنور نعطيوها كلمه. فين عطيها طه مغدير؟ هذا واش حاب يفرغ قلبك. شوف قلت للداماني قلت ما عطينيش السكنه قال لي ما تستاهليش عطاو لي دار غير رمال هاني سكنتها بني ولادي متعانقين كي تعانقوا فرقت بيها الحس. زدت جيت لهذا ذاك النهار قلت له اعطيني في باطني مات كالعاده. شكون هذا؟ مالجي. شكون هذا مالجي هذا وش يكون؟ مير ابراهيمي. ايوه قلت له اعطيني السكنه قال لي ديتي قلت واش ديتي ديت الرمال وراني قلبتهم لبني راني فرقت الحس بهم هما متقاتلين قال لي ما تستاهليش. داماني دار وقال لي لعبت باش ما نعطيك شويه نعاونك ديري دار ومن ديك كذب عليا. انا راني راقده انا ولدت ابني راني نبيع خمس رقاب في الشهر برا. مشيت لبني نورو هنا ومكسر ما لقاش فيها يقدموا هو طفالي طايش هنا فيه وحده وحنا رانا وكذا ديري على بعضنا الفوق. لا ما يعطينيش في الباطيمات. قال لي جيب لك بني ما هو جايب يحشم. قال لي ما نجيش. يعطيو فرح يخليو فرح روحي اسكني في القنطه في فرنسا. وراني قالوا خلص لك الكرا وراه. هو انا وعز الدين اروح قاعد راه خلي خلي تكمل انت روح استقبلني كان قلت انا ما نساش شوف بويو هذا اسكتوا الرجاله بني على الثالث على الرابع الدات في الباطميات وهم مسكرين وهم كريم هو اللي يبيعوا فيهم وحنا لهم اللي ما ندير نجيب لينا هذه كلمه مليحه ها ليه لا ما يعطيوش في الباطميات خدمت في الصهره مع شيخي زيدت في الاسهم نهار ثلاث من الايام جبت الطفل نمشي زدت قعدت 9 ايام لا غابوي زدت قلبت ونمشي دوك هو مريض يطيش في الدار وانا اللي مريضه هو ويطايش كوكايلة دورة قادرة تدي بالأمريكان ويداويو ويجيبوه بصح لا اللي مات يموت وحده مات ورا جات خلاونا بنات صغار خلاونا بنات صغار خلاني مولاتي 17 نسلم هذيك وانا 19 نضرب وبنها هذا نصر هو مريض هو مريض هذا ابن شهيد بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية أول من حمل السلاح في ولاد بلدية ولاد إبراهيم
من في مكافحة الإرهاب العشرية السوداء إلى يومنا هذا. هاوي طايش مريض في الدار. يا زقوق كان عندي بقداني الأمريكان وداواني. صافي راجل أخدم الثورة ما تشاهد ابنها خدم في العشرة سعودية وهي راهي طايشة وهذا جدي وهذا يقولوا وهذا يقولوا لا فلان ولا رندي تخدم هذه جدة العربي العربي بنور العربي بنور كان قايد كتيبة باش يكونوا واضحين رحت انا وهذا عز الدين ورحنا لفوق ندوموندي والسكنة قلنا له رانا طايشوا في ديار الناس واش قال لي؟ ما قاليش اصبر كيما كان الحال ولا كيما يعطيونا قالوا لنا اول جاي لي نسلك لكم الكراو قوم بعد جوالا قالنا روحوك شما تلقاو معرفة بالدائرة هو ذا راه حقي الباطي ما تسكن فيه من الحمام هم تحدوا البلوكات على بعضها عندهم 3 سنين ما مسكر من الطاجر ديار الناس قالنا بعد انتخابات اني شوف مكان الانتخابات ما حتى حاجة كان على مستوى الجزائر كان 1541 بلدية مزيت بلدية ولاد ابراهام واحد اللي مزيت ما فرقش السكنة منين نجيو ليهم يقولوا الناس من الجاية ديزني في مارس ديزني في مالي بيريش بعد الانتخابات جينا ليهم بعد ولا يقول لك نروح نسلك لك الكره بعد ولا يقول لي روح شمت تلقى معرفه في الدائره روح للي روح للي روح للي شكل الوزاره كنت بتدخل في القناه روح تدخل في بيتي يعطيك هذاك اليوم مش هكذا انا راني ضموندي في حقي انا رانا جينا على كلمه واحده اليوم خي يعطيونا السكنه يعطيونا حقنا هذا مكان انا طايشه هاي ناس هاي ناس لا ناس لا محكومه بالتراب هذه محكومه بالتراب هذه يحط لك بروجي مشروع عليها هي محكومه بالتراب يعني اي شخص لي بلاك كامل لي بلاك كامل راه معك الطوب كامل بلاك كامل بلاك كامل راه هذا في المدخل السلام عليكم خاوتنا احنا رانا داخلين هنا لمكتب التجمع الوطني الديمقراطي المكتب البلدي لبلديه ولاد ابراهام هذا المكتب كانت في السابق بلديه هذا كانت بلديه اولاد ابراهام هنا المقر تاعها القديم هنا استولوا عليه بدون وثائق وبدون اي رخصه لانه علاش يحكم الراندي سي يحيى سي نورمال يجي وش يحبوا هكذاك لوجمون فوكسيون دات على فلان من هي قسموها هذه مقسومه بلديه اولاد ابراهام قسموها هذا الداو هذا الاخر الداو اللي هي ويقول لك حنا ما عندناش ناس كاريه علاش ما نخليش الرسمه هذه اونكا تكون حمله تكون زلزال تكون اي عفسه يسكنوا فيه احنا من المطالب تاعنا سي فؤاد لهذ المقرات هذه اللي استولوا عليها بمداولات فقط بمداولات استولوا على هذه المقرات هذو احنا واش كنا نطالبوا به هذه المقرات هذو الوجمو هذيك اللي خاصنا فرع تاع حمايه مدنيه فولاد برام بار اكزومبل خاصنا فرع الاتصالات الجزائر خاصنا فرع سونا غاز خاصنا تتحوس الدير مكتب حزب تحزب ربي يعاونك الله يسهل عليك انا في الديمقراطيه تحزب دير حزب اللي حاب يدير كذا بصح كاينه حدود نتاع عينك راك راح دير حزب ها وراه اكري كراج كيما راهم الاحزاب الاخرين اكري كراج ورو دير حزب راه تحزب دير في التجمع الوطني الديمقراطي ولا دير فيه حنون ولا دير فيه الله يسهل عليك ما عندهم دخلنا احنا بالامور هذه احنا الامور تاعنا الحفاظ على مقرات البلديه نستعملهم للمقر عام خاصة فرع لي بومبي قلنا اتصالات الجزائر يلا ان شاء الله نشتا نجيب فيه اريدو نجمع المهم كاينه حاجه نستفادوا منها يستفاد منها الشعب كامل الشعب كامل يستفاد منها مش يستفاد منها عناصر محدده ومسكر الام 12 ها ودادي بالاضافه الاخ سي فؤاد الكهرباء والغاز في كل بلديه في المكتب هنا او في القسمه بحق اي دستور يقول لك المكتب تسلك البلديه عليه تسلكوا من خزينة الحزب تخلصوا من الخزينه تاع الحزب ما تخلصوش من الخزينه تاع الشعب الخزينه تاع البلديه خزينه تاعي وتاع هذا وتاع هذا وتاع هذا وتاع ابني هذا الصغير ماهيش تاعك انت ماهيش ملك ليكم ملك لبويك اي حاجه تحب ديرها تمر عليها مداوله تروحوا تاكلوا عليها الشوا وتجيو تكاشيوها وتسنيوها وتروح تسلك هذه الخزينه الملك تاعها راه تاعنا احنا تاعنا احنا من 2005 احنا والله من 2004 وحنا ننظف هذا المجال هذا باش نحيوا هذه البيروقراطيه وباش نحيوا هذه المشاكل هذه لخاطر ليه دوك الواحد ما يكونش انا الوزير الاول الوزير الاول لامبورت كي ما يمنيش فيه الشخص انا يهمني المنصب الوزير الاول مش راح يجي لهنا وماهوش يشوف المواطن وماهوش يشوف هذاك الانشغالات تاع المواطن هذيك باش راح توصل ما كانش حتى واحد يوصل لك المعلومه يوصلها للوزير الاول والله للوالي والله ليه بالرغم من ان هذا التطور وهذا التكنولوجيا هذا بصح الصوت تاعنا ما قلناش كيفاش نسمعوه ونوصلوه ها الشيخ فؤاد زيد بين لك شوف اسمحوا لي ها شوف اوساخ اوساخ هذو اوساخ لا بوبال حاشا كرموها هنا
عدو ما يهزوهاش، عدو يحرقوها تولي الدار. هذه كانت مقر مقر الحرس البلدي، مقر الحرس البلدي ما كشرها سكن سكن بها كتب الام البلديه. وحنا نطاشو مقر الحرس البلديه. شوف هذو دير عندي هاو بنت امي عبد الله. هذا فرع من العصابه. بالله بنت امي عبد الله على ما اظن راه قدم الاستقاله تاعو بولايه برج بحريريج وانضم للحراك الشعبي على ما اظن. المعلومات اللي عندنا صحيحه المعلومه نورما مو صحيحه. بن عبد الله تومي قدم الاستقاله تاعو قال لهم انا انضم للحراك الشعبي. ماني ديرها صح حنا اللي كديرها صح. عبد الله بن تومي عبد الله بن تومي شابو شابو عبد الله بن تومي شابو.